وجود إبراهيم عادل، من أجل وجود إبراهيم عادل في مباراة الأهلي وبيراميدز. فاجئنا النهاردة بيراميدز نزل بيان وقال لك إن إبراهيم عادل هيشارك في المباراة، وأن هناك اتفاق وأن هو مصاب، وأن احنا هنصفره بعد المباراة وعلى نفقتنا الخاصة، والرحلة هتبقى تبقى يعني البيان هو يعتبر بيان وطلب من اتحاد الكرة. هو الحقيقة اعتقد ان بيراميدز عندهم كل الحق في موضوع ان هم يطلبوا إبراهيم عادل، خصوصا بعد ايقاف رمضان، ان هو من اللعيبة المؤثرة اللي موجودة في الفرقة. فكرة انه في وجود اتفاق او مفيش وجود اتفاق، انا متهيألي ان يعني ادارة بيراميدز شوية عندهم احترافية في موضوع ان هم لا اكيد طلبوا، اكيد كان في اتفاق، انما فكرة ان انت تاخد اللاعب تاني وبعدين تقول لا خلاص دخل المعسكر، في المعسكر مغلق. النهارده اعتقد قالوا ان هو دخل من يوم 5، دخل معسكر المنتخب 5 يوم 5 والسفر يوم 10. طب من حقهم طبعا ان هو يطلع يلعب، لازم يطلع. طبعا حقهم يطلع يلعب، طبيعي جدا. طيب خصوصا انت لسه في مرحله التدريبات، فكره انت هتدخله يلعب مباراه رسميه احتكاك قوي مع فرقه كبيره زي فرقه النادي الاهلي، هم محتاجين ان الفرقتين بينافسوا على الدوري بينافسوا بعض، فان هو يخرج يلعب اعتقد ان ده يعني مطلب طبيعي جدا وعادل. يعني حلو قوي، ده مطلب طبيعي وعادل ومن حق النادي، لكن هو الان على قوه منتخب مصر، ما ينفعش يخرج من منتخب مصر. القصه الثانيه واللي انا اعلمها واللي عندي معلومات فيها، ان ابراهيم عادل لو بيراميدز قال له تعالى عشان تلعب الماتش هيروح. ما طبيعي النادي بتاعه. الله، طب المنتخب؟ ما هو المنتخب هو لسه في مرحله التدريبات. واحد هيسيب المنتخب ويمشي يا جماعه؟ لا هو مش هيسيب المنتخب ويمشي، لكن هو هو المنتخب يعني هو يعني هو المنتخب ده ملوش صاحب؟ لا لا هو مش ملوش صاحب، هو كان من الاول المفروض تساله عن ليه صاحب او ملوش صاحب. انما قبل المباريات الرسميه او المباريات القويه زي ديت، انا ما اقدرش اسال ليه صاحب ولا مش صاحب. لكن في الاخر منتخب مصر طبعا ليه الاولويه في كل حاجه، انما زي ما قلت لك هم ناس بتنافس على الدوري، عندهم فرصه كبيره ان هم يكسبوا الدوري، هيلعبوا المنافس الاول ليهم النادي الاهلي، لو فرقه قويه جدا وكبيره زي النادي الاهلي، فمحتاج كل قوته وكل اسلحته اللي موجوده. ابراهيم اللعيبه المؤثره جدا خصوصا في غياب رمضان، لان هم ما عندهمش حد يلعب 10 او حد يلعب وينج، تمام؟ فلازم تستغل ده. الحاجه الاهم من ده كله ان ابراهيم لسه في مرحله التدريبات، لسه ما دخلش اجواء المباريات، لسه هيروح معسكر يوم 10 هيسافر. انت مقتنع؟ طبعا مقتنع ان اللعيب يسيب المنتخب ويروح يلعب مع نادي؟ هو مش هو انت دلوقتي مش بايدك الموضوع، كان لازم على الاقل كان فيها حاجه، يعني لو معسكر المنتخب مثلا يتاجل لبعد مباراه الاهلي وبيراميدز. معسكر ايه ده؟ متحدد 5 سفر 10 بتاعته، ونادي بيراميدز يستفيد باللعيبه بتاعته. طيب حماده، بص يا مهيب، لو هنتكلم على احتراف ولوائح والكلام ده كله، من حق النادي بتاعه طبعا، لان ده لعيب محترف في بيراميدز بياخد رقم وبياخد عقد والكلام ده كله، واحنا عارفين ان الاولمبيات بتختلف عن المباريات اللي تبع الفيفا، وده اللي بيستند عليه بيراميدز، انه بيتكلم من الناحيه الاحترافيه وناحيه اللوائح والكلام ده كله، وان انا النهارده معلش، والنهارده بيراميدز بالنسبه له ان هو اول مره ينافس على بطوله الدوري، فبيدور على كل الاسلحه بتاعته اللي يقدر ان هو يلاعب فريق كبير زي النادي الاهلي. فابراهيم عادل بالنسبه للراجل هو ورقه مهمه جدا جدا في المباريات اللي زي كده. لكن هي النقطه كمان يا كابتن سيد وكابتن ايمن، هو النهارده ميكالي هيركز ازاي مع اللعيبه دي النهارده، ان اللعيبه بتدخل معاه المعسكر ومن حقهم ان هم يخرجوا لو النادي بتاعه زي ما انت ما بتقول يا مهيب، لو شاور له كده لازم يروح له، هو لازم يروح له، لان هو ولا هتقدر توقفه ولا هتقدر تمنعه من اللعب. اتحاد الكوره ممكن يوقف؟ لا ما تقدرش. ازاي؟ لا لان الاولمبيات ملهاش دعوه. لو هيحلق ان هو يسيب معسكر المنتخب بره المواعيد الرسميه، اتحاد الكوره ملوش لا 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 يوقع عليه اي عقوبه داخليه خالص. دي بره المواعيد الرسميه وبره الاجنده، دي بره الاجنده الدوليه والفيفا والكلام ده كله. لا بدليل يا كابتن حضرتك، بدليل ان الانديه كلها رفضت تدي لعيبه. ريال مدريد رفض ان اللعيبه، لا وانديه في مصر يعني مش ميكالي طلب لعيبه بعينها. لكن انا بكلمك النقطه ديت، هو بيستند عليها بيراميدز النقطه دي، وبيدور على كل الاسلحه اللي يقدر يلعب بيها النادي الاهلي، اللي هي تقدر ان هي يخليه يتفوق وياخد بطوله. النهارده بيراميدز اول مره ينافس على بطوله الدوري يا مهيب. اول مره؟ اول مره. هو بيراميدز من ساعه ما اتنشا لحد النهارده ما نافسش على بطوله الدوري، على طول ثالث، او لما السنه اللي فاتت خد ثاني برضه كان بعيد عن البطوله. لكن انا بكلمك في نقطه مهمه جدا اللي انت عايز توصل لها، ان انت النهارده ده البلد ومنتخب مصر والكلام ده كله، انت فاهم ازاي؟ ايوه طبعا، احنا لينا غير الكلام ده. كلامك مظبوط، كلامك مظبوط، بس انا بكلمك منتخب مصر اهم حاجه. بص احنا بنقول كده، اهم حاجه منتخب مصر، احنا بنقول كده، لكن مسؤولين واداره ونادي ولاعيبه، هو بيدور بيتعامل احترافيا ازاي،
ولوائح زي ما انت برضو لو انت اتحاد الكوره ليه حقوق ولوائح هو هينفذها ومش هيسال في اي نادي. فهو برضو بيدور على حقوقه بيدور على اللعيبه بتاعته ان هو يبقى مكتمل الصفوف قدام النادي الاهلي. تمام. طيب كابتن سيد، كان هناك بعض الاتفاقات سواء مع النادي الاهلي، اتفاقات النادي الاهلي كانت واضحه ومعلنه ان احنا المعامله بالمثل بين النادي الاهلي وما بين كل الانديه بحضور سياده الوزير بحضور احمد دياب رئيس الرابطه، وتم الاتفاق مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي نفسه حتى يعني ما عندوش اي مشكله وطلع بيان وبعته لاتحاد الكوره، لكن النادي الاهلي فوجئ ان هناك اتفاق، وده اللي انا قلته برضو يوم الجمعه، ان هناك اتفاق ما بين اتحاد الكوره وبيراميدز من اجل مشاركه ابراهيم عادل. اتحاد الكوره نفى، حتى يعني بسؤال رئيس اتحاد الكوره من قبل مسؤول النادي الاهلي قال لهم حتى لو ابراهيم عادل هيلعب ممكن كوكا ولاعيبه الاهلي ممكن نطلعهم ما فيش مشكله، والنادي الاهلي رفض. قال لك لا احنا هنسيب لعيبتنا زي ما هي بس هنعرف ناخد حقنا. طب بص، اولا يعني خلينا نكون واقعيين، هو احنا ليه دايما مصرين نحط العربيه قدام قدام الحصان والحصان قدام العربيه؟ ليه بنخلي دايما في مشاكل؟ ليه؟ مع ان احنا عندنا متسع كبير جدا من الوقت ومتسع كبير جدا من الفكر. هو اللي حاطط النظام والماتشات عارف ان في الاولمبياد بالتاكيد طبعا. عارف. اتنين يعني هو انت لما بنيجي نتخانق وبتوصل لدرجه من النقاش الكبير جدا جدا بتبدا ايه؟ تفصل الموضوع، ده ينفع ده ما ينفعش، في حين ان انت ممكن تعملها من الاول رولز، يعني الكلام ده من شهر 3 مثلا، من شهر 1 مثلا، عندنا معسكر منتخب يوم 5 في شهر 5 قبل الاولمبياد او من شهر 4 ايا كان شهر 7 يعني كده، والسفر يوم 10 التجمع هيبقى كذا، لعيبه الاهلي وبيراميدز هينضموا كذا، هينضموا من الاول ايا كان الوقت ايا كان الفرق ايا كان الجدول، انت بتبقى عندك المعلومه يا ايمن في الحاجات المعلومه فعلا عندك من بدري المعلومه عندك يعني بدري. انت ما بتتفاجئش يعني الثلاث مش هيبقى يوم الخميس، مش هتضغط عليه يوم الثلاث هيقول لك انا موافق ان يبقى يوم الخميس، هو الثلاث هيفضل ثلاث مظبوط، يعني الحياه هي احنا بس دايما وبعدين بنصدر برضو حاجات للناس يعني بتمس الانديه واللعيبه، يعني ده مش عايز يلعب بمنتخب مصر ازاي بس؟ مين ما يقدر مين يقدر ان هو يقول لمنتخب مصر لا؟ ما يقدرش ابدا، اوكي؟ لكن طالما بقى دخلت في رولز اللي هيمشي على الاهلي يمشي على بيراميدز بالظبط، تمام؟ يعني مش هقدر اطلع واحد من المعسكر اوكي واقول لك لا، طب انت لو احتجت التاني اصل انت مش محتاجه، اصل ده بيلعب اساسي ده، انا بتكلم على المبدا يا راجل، ده من 95 و96 و97 و97 ايام يعني ايمن كانت الحاجات دي بتبقى معروفه، يعني انا بروح المنتخب وعارف كويس قوي ان انا في اخر 5 ايام انا وايمن هنطلع عشان ماتشات افريقيا مع الاهلي والزمالك، بتبقى عارف عشان المواسم يعني انت ما كانتش برضه متلحمه في بعض زي ما بنتكلم على معلومه، في حاجات معلومه انت عارفها يعني احنا عارفين الماتشات مسبقا، بتبقى عارف كويس انت هتلعب يوم كذا وهتروح من منتخب يوم كذا وهتطلع من منتخب يوم كذا وهتيجي يوم كذا وهتسافر يوم كذا، وعندنا سفريه في شهر 3 وعندنا سفريه في شهر 4. بس يا كابتن سيد كان عشان انت المواعيد بتاعه مباريات الدوري وعندك المتسع في ما هو انت شهر 7 ده ما فيش ولا فرقه النهارده بتلعب بطولات غير في مصر، فعشان كده انت اللخبطه اللي انت فيها عامه هي اللي عملت لك الزنقه اللي انت فيها. ما انت بتتكلم يا كابتن حماده، ده ادعى ان يبقى فيه نظام اكتر طبعا، يعني كل ما تضغط انت في حياتك أكتر. بتحاول ان انت هتفكر اكتر ترتيب اكتر الترتيب بيبقى اكتر يعني طبعا. فاحنا بس عايزين نطلع الحتت دي من الموضوع ونشوف مين مستفاد ومين مش مستفاد، احنا عايزين نوصل للسنه دي نعديها بحلوها وبمرها لان فيها احداث كتيره قوي واحداث كتيره قوي مش منطقيه خالص يعني طبعا. والسنه الجايه بقى تتعمل لسنه استثنائيه. اتفضل يا كابتن. بيان اتحاد الكره حالا نازل بيقول ايه؟ سمعوك. تلقى اليوم الاتحاد المصري لكره القدم طلب من نادي بيراميدز للاستعانه بلاعبه ابراهيم عادل في مباراه النادي المقبله في دوري نايل، وبمراجعه الجهاز الفني والطبي للمنتخب الاولمبي افادوا باصابه اللاعب وتفضيلهم الإبقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية، وفي سبيل ذلك تم التنسيق مع الجهاز الطبي للنادي للإطمئنان عليه، وبذلك يستمر اللاعب مع باقي زملائه بالمعسكر استعدادا للسفر لمدينة بوردو الفرنسية لتأدية المباريات الودية مع العراق وأوكرانيا استعدادا لانطلاق أولمبياد باريس. خلاص اتقفلت، خلصت كده، مش شاكه كده، دي اتقفلت كده من اتحاد الكوره. ما خلاص، ومن بيراميدز عمل بيان حفظ حق، انا شايف ان بيراميدز طلع انت اتفقت معايا انا طلعت بيان او ما اتفقتش او او او، بس بيراميدز طلع بيان دلوقتي هنمشيها ان اللاعب اتصاب.
طالما اتحاد الكره قال اللاعب مصاب المشكله كده هنمشيها ان اللاعب مصاب. انت عايز دايما تبقى فيه عارف الجلبيه اللي عايز ترقعها من كل الاتجاهات. بالظبط. خلينا ماشيين خلينا نستحمل الموسم ده بكل حاجه فيه. لان بس الموضوع صعب. بيراميدز وافقوا يعني ما خلاص اللاعب مصاب. ما هو قال لك بالتنسيق. ما انا قريت لك يا كابتن. ماشي. لا انا عارف. اي اوكي هم خلاص. بس انا سمعت ان بيراميدز عايزين يجروا الكشف الطبي بمعرفتهم. بص حبيبي طبعا وبذلك استمر اللاعب تلقى طلب في دوري وبمراجعه الجهاز الفني والطبي للمنتخب الاولمبي افادوا باصابه اللاعب وتفضيله الابقاء عليه مع المنتخب من طرف حالته الصحيه. وبذلك تم التنسيق مع الجهاز الطبي للنادي. خلاص تم التنسيق مع الجهاز الاستاذ مصطفى او الدكتور دكتور مصطفى المنيري. خلاص يبقى كده وتم التنسيق معاه اللي اطمئنان عليه وبذلك يستمر. وبذلك يستمر يعني اخرنا بقى يا جماعه. وبذلك يستمر من الاخر خروج من الموضوع بالشياكه. خروج امن بعد الفاصل. مستمرين معاكم.